نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى منطقة زراعية بداخل منطقة الفحامة. دكتور، هاي الأرض يعني باعتقادي الشخصي ما حد حارتها. لا لا، هذه بعدها هسه يعني قبل وهسه يعني يبدون يستعدون بها، يشيلون هذه الحشائش، هاي الحلفة احنا نصيح لها زين، يوخروها وبعدين يساووها ويكربوها بال يعني بالماكينة مال التراب، وبعدين تساوى وتطربس مي زين. دكتور تنزرع. يعني بوجهة نظرك الشخصية، الأرض اللي هي مثل ما يقولون سهلة الحراثة، هاي الأرض سهلة الحراثة، وتنزرع بيها اللي يريده، وخصوصا يعني احنا نصيح للخضرة، يعني بين قوسين نصيح للصيفي، يعني اللي ينزرع في فترة الصيف. اها زين. دكتور، بعد كل هذه السنوات انت اليوم مو دكتور محمد العبيدي، انت الفلاح، ذلك الشاب اللي اشتغل على نفسه لغايه ما وصل الى شهاده الدكتوراه، لكن راح نحاول نرجع لايام زمان، ايام الخير والبركه، وانت تمارس عمليه ذكرتني الحراثه. يعني ذكرتني بقضيه جدا مهمه، يعني كنت اطلع مو الاشياء القويه خلينا نقول، لا بالعكس، بس هي كانت بس اطلع لها من وقت، وخصوصا من القي المي واصل الى مكان هاي الارض حتى يعني ازقيها. ف يعني طبيعي انه العمليه يعني تتم بالتنظيف، تتم بال طبعا دكتور اللي عندهم خبره الان راح يحاولون يركزون وياك، يعني وما اعرف عمليه الحراثه صحيحه. كلش صحيحه، لا تخاف. هذا حتى يسهل جريان المي بيها، وبعدين تنشتل هنا شنو اللي يريده، باذنجان، فلفل، طماطه، اي شيء ازرعه، لوبيا. دكتور يعني مساحة مربعة مثل هذه المساحة اللي احنا بيها، ايش قد تطول عملية الحراثة؟ ماكو يوم واحد. يوم واحد؟ اي يوم واحد، وبعدين اسقيها وبعدين اشتلها. ايش قد تتعاونون عليها؟ اثنين. اثنين؟ اي اثنين. اثنين يشتلها وخلاص. اكثر شيء كانت النساء هي اللي تشتل. اها. يعني تشتل الشتلة الصغيرة اللي هي الباذنجان او الطماطة، هي اللي تشتلها.